خلينا نروح لكره السله سيدات، طبعا بقياده الكابتن علي هاشم. فوزنا على هليوبلس في اولى اللقاءات اللي كانت بتجمعهم في الادوار الاقصائيه، بس السيدات بيلعبوا بيست اوف 3 او الافضل في 3 مباريات مش 5 زي الرجال. اللي بيكسب مباريتين بيتاهل. كسبنا اول مباراه بعد اكسترا تايم برضو، والغريب انه يعني انا واحد منها كان طبعا نتيجه 96-93، وخليني اقول لكم ان هليوبلس بيقودها ابن نادي الاهلي كابتن ايهاب الالفي، وهو يعني رجع من السفر وعمل فرقه، يعني توقف كورونا جه في مصلحه فريق هليوبلس. ولكن لما رحنا الاكسترا تايم انا واحد من الناس قلت ان شاء الله هنكسب، لان عندنا الخبرات. ده طبعا كابتن ايهاب الالفي وكابتن علي هاشم المدير الفني بتاعنا طبعا القدير. الحقيقه لما رحنا الاكسترا تايم الحقيقه انا قلت بنسبه كبيره هنكسب، لان الحمد لله نمتلك من الخبرات ما يؤهلنا لذلك. في الناحيه الثانيه سبورتنج فاز على الشمس اول ماتش. الدنيا كلها كده بالمنظر العام، يعني طبعا كل حاجه وارده في الباسكت، بس حتى الان الاهلي وسبورتنج ان شاء الله غالبا هم اللي هيتاهلوا للنهائي باذن الله. كل حاجه وارده، وكره السله ما فيهاش يعني لعبه النص ثانيه، ما بقتش لعبه الثانيه. هنوريكم ازاي دلوقتي كره السله بقت لعبه في منتهى السرعه ومنتهى الجمال.